اعتقد يا فارس حاله معنويه بتعيشها جماهير النادي الاهلي وتحديدا منذ توقف البطوله بعد فوز النادي الاهلي ببطوله السوبر وتحقيق العلامه الكامله في الدوري، حاله كنا محتاجينها من فتره طويله. طبعا على مستوى التتويجات في العاب الصالات اكيد، ولكن زي ما بقول لك على مستوى افتقاد مباريات النادي الاهلي يا جماعه الناس فعلا وحشها النادي الاهلي، خصوصا ان احنا كنا سايبين بصمه مختلفه، بطوله السوبر ماشيين كويس قوي في افريقيا، ماشيين كويس في الدوري، ففعلا الناس وحشها النادي الاهلي، وحشها ماتشات النادي الاهلي، وعشان كده كل ما هو اهلي بيبقوا سعداء بيه. يمكن شفنا في كره السله اكيد انتصارات مهمه يعني رجال وسيدات، وشفنا فكرة ان انت لا انت عندك حاجة وعندك مشروع في العاب الصالات وعندك تغيير هوية بعض الالعاب، وده اللي احنا بنقوله وده اللي اتكلمنا فيه من بدري يا جماعة. جمهور النادي الاهلي لا يلجأ لالعاب الصالات تعويضا او عوضا عن اخفاقات في كرة القدم، هذا ليس حقيقي، هو بيحاول ان هو ينجح في كل اللعبات. وللامانة النادي الاهلي يا جماعة محطوط في حتة انا بشوف ان مفيش نادي في العالم، وانا لا ابالغ، مفيش نادي في العالم مطالب بيها، مفيش نادي في العالم جمهوره بيطالبه ان في كل اللعبات ينجح، مفيش نادي في العالم جمهوره بيطالبه ان في العاب الصالات الجماعيه او الفرديه لازم يكون ليه محقق هذا القدر من النجاحات. وانا بشوف ان البعض بيجي ياخدنا لتفوق في لعبه ما في العاب الصالات ويجي يقول لك ايه بص انا ازاي مكتسح او ملوك الصالات، لا انا بشوف انك ما ينفعش تلعب الجيم بدماغ غيرك، انت العب الجيم بدماغك انت، العب الجيم بالواقع بتاعك، العب الجيم بالمنطق اللي هو ايه العاب الصالات دي العاب جماعيه وفي العاب فرديه، في رجال وفي سيدات، انت كلها بتصرف عليها وبتنفق عليها في قطاع البطوله، بالتالي نجاحك فيها هو في اي لعبه هو نجاح ليك. فانت ما يجيش البعض يختزل اللعبه يا اسامه يقول لك اصل انا متفوق في كذا، لا تعال شوف النادي الاهلي مش متفوق بس في طايره، وحاليا في كره السله ازاي بنى هويه، وحاليا في اليد بيجيب افضل مدرب، لا بص كمان لما اجي اقول سيد لاشين، لما اجي اقول عصر، لما اجي اقول هنا جوده، لما اجي اقول يا جماعه صناعه البطل الاولمبي، الناس دي جزء من صناعه البطل الاولمبي، هو ده مش يا اسامه دور مهم جدا للنادي الاهلي؟